السنة اللي فاتت. على بالي يا. يعطيك الصحة. نعدلو الصوت هنا، نعدلو إن شاء الله بربي. ومن لازم نولي أخبار الصوت إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. معكم السلام. السلام عليكم. قد عطاوكم في هادو الزوج؟ 66 صح؟ 66 صافي 33 لواحد. الله يبارك. بعد ولا عملوا خير ربي يا محمد. والله مصطفى صافي جاهم من جهه يفتح لي الباب. الاول جاهم يفتح لك الباب مكتوب ثاني. انت جيت تقول لي قد عطاو؟ قد 66 صافي 33 33 بعيد ولا قريب؟ قريب قريب ان شاء الله. ثوات هادو ثوات هادو عيادة عامل الجمعية شاومي يا ولد اسمع شوف غرام لحق ولا لا شنو يا ولد انت ديما انت لو كان يجدهم يا تقول لي السلام عليكم. رانا توجد في سوق راس الواد كما راكم تشوفوا هادو عيالة صغار هادو كدا عطاو فيهم اخويا 29 ونص 29 ونص بعيد ولا قريب؟ قريب قريب ان شاء الله. مابقاش الله يبارك. وكي عطاوك عطاوك جملة ولا جملة؟ ما عطانيش فريدي. قولوا الفريدي اكثر ولا اقل؟ تكون اكثر. تكون اكثر باينة باينة حاجة حاجة واحدة باينة. قد في عمرهم يعني هادو قد ايه يعني؟ سبع اشهر. سبع اشهر هما هي ثمانية هي. هي نورمالمون ثمانية. كيما راكم تشوفوا طولوا 29 ونص 29 ونص 29 ونص 29 ونص جملة. هادو 29 ونص جملة هادو عطاولو بركة مازال مازال وبعيد يعني بزاف ولا شوية باش تاع المواطن يعرف يعني ماشي بزاف موش بزاف ماشي بزاف 30 مبيع. يعطيك الصحة خويا ربي يعاونك ربي يجيب السوق إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا عندنا زوج كباش هنا قد عطاوكم انا في هادو نعيدك في الدقيقة 8 ونص عام ها قد عطاوك هادو 8 ونص قد عطاوك 8 ونص 8 ونص 10 ملايين خلينا نديرو 8 ونص ولا لا راه نجيب صغير 200 يا سيدي
يزيدوا لي حويجه برك الله يبارك الله يبارك الله يبارك عادوا 26 ونص قال زيدوا لي حويجه برك زيدوا لي حويجه ونبيع واش بدك ومزاد بعيد بعيد ولا ماك تسمى الحاج ماكش بعيده ماليش بعيد الله يبارك هاي السلام عليكم رانا توجور في سوق راس الواد كما راكم تشوفوا نعجه ولادها كدا عطاوك اخوي 49 عطاوك 49 بها بولادها بها بولادها ماكش حابس ماكش راحت قول قريب ولا بعيد قريب ان شاء الله ديني كذا نادر معنا خليك من كليونات ديني كذا قريب ولا بعيد قريب ان شاء الله صحابي هيا توجور في سوق راس الواد رانا اليوم انا مع خرفان صغار كدا عطاوك خالي هنا 25 25 الواحد هاك بعيد ولا مانيش بعيد اه كدا هذاك مازال كدا 27 بيع 27 بيع عطاوك 25 الله يبارك على بعضهم والله على بعضهم كيما راهم كيما راهم ولو كان يجيك واحد يعني واحد عياده يجي يدي خروب اه سعر 27 تطلق ما نطلقلوش الباب هذه ما نطلقش اه الباب هذه ما نبيلوش جمله جمله الله يبارك ايه باش الناس تفهم ايه كي يدخلوا السوق يفهموا كي واش كاين واش ما كانش اه يعطيك صحة خويا صح وحنا نطلبوا ربي يجيب السوق ان شاء الله كاين عندي كلمه صغيره تقولها اليوم خير من السمانه اللي فاتت واش نقولوا كيما اليوم كيما اليوم البلاصه اللي عطاوها لكم اليوم هنا خير من السمانه اللي فاتت انا المصير هضرنا عليها قلنا باللي نورمال السوق راه سوق الماء راه السوق راه مليح اليوم منظم منظم اه سوق به الله يبارك خيرات ربي الحمد لله هيا السلام عليكم السلام اخويا رانا توجور مع الكباش عياده هادو مش كباش هادو ثانيه كدا عطاوك اخويا عطاوني 9 ملايين 9 ملايين للزوج 9 ملايين في الزوج تسمى 4 ملايين و500 4 ونص 4 ونص وكتو تبيع بالوحده مازال 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 بعيد ولا قريب مازال شويه أمي عليك كدا عطاوك هادو؟ عطاونا 58 58 للزوج 50 في زوج وك بعيد ولا؟ هو ماشي بعيد هاني قريب قريب هاي قريب إن شاء الله ستة برك الله يبارك آمين ربي يجيب السوق إن شاء الله أمي عليك اللهم آمين أخويا الله كدا عطاوك اخوي؟ ها؟ 52 هذا عطاولو 52 عيادة الله يبارك معنا ما نقولو معنا ما نقولو ومزك بعيدو مزك بعيدو مزال شوية مزال شوية السلام عليكم رانا توجور في اجواء عيد واجواء سوق راس الواد كدا عطاوك في الكبش هذا اخوي؟ عطاوك 76 كدا عطاوك؟ 76 76 مزيك بعيدو ماهوش بعيد هاو قدامك هاو من الخيط وجبد اه هاو من ناحكم الخيط وجبد يا سيدي قالك احكم الخيط وجبد يعني قالك راني قريب هاو قدامك اي ولا ما طلقتوش 76 ما طلقتوش لا تحوس على 8 ان شاء الله اه تحوس على 8 ان شاء الله ان شاء الله بالك ربي يجيب السوق ما نعرف ان شاء الله ربي يجيب السوق امين كما راكم تشوفوا السلام عليكم توجور في سوق راس الواد قد عطوك في هذوك 14 و100 معناتها 57 57 اه اي والله مسك بعيدو بزاف مازال بعيد شوية كدا هيداك بزاف بزاف والله شوية شوية كدا طالب انت 16 8 8 قد هاكم تشوفوا كباش الله يبارك
طالب 8 راه في 7 و 50 كما عملت له تونجي رانا في سوق راس الواد مزوج هنا خرفان باش كدا عطاوك اخويا عطاوني 6 ملايين و 100 عطاو 6 ملايين و 100 الواحد مليون و 200 لا تصور فيه هذا يصور على روحه باش يشوف معاهم صور الخروف صورني انا صوروا هاي في الخروف انا صور الخروف اسمع لا صورك انت والخروف انت هو مولاه الكبيره تاعي معروفه على هذا المخروق هذا راه قاسي شويه في البيع والشراء بصح في البيع والشراء راه قاسي شويه لا لا والله غير حنين ومزك بعيدو مزك بعيدو يا مزال هذا واش تاع 6 ملايين و100 ما كلتو ما كلتو 6 ملايين و100 والله غير كلاها شنو خدمت ان شاء الله ربي يجيب السوق الحاج اللهم امين صور الشيخ راه معاه شي بيع صور صور الله يبارك الله يبارك كدا عطاوك 47 7 47 47 4 ملايين و700 هوك بعيد ولا ما انا بعيد انا يا تلقى تلقى خلينا سعيد على روحها ان شاء الله تعيطوا اهلا بك واش راك تبيع هذا كدا عطاوك خروف هذا 24 24 هوك بعيد ولا قريب 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 ان شاء الله يا ربي يبارك يا سيدي هاي الصب الوئام يبيعوا في الخربان يا خويا والله ما ديما عادي ما عادي ما عادي ما نقول صور هذا السلام عليكم قد عطاوك هنا خويا عطاونا 31 31 الله يبارك ناجع قريب والله مزه شوي مزه شوي ان شاء الله ربي يجيب الصوت ان شاء الله السلام عليكم قد عطاوكم هنا لا محمد قد عطاوكم هنا قادر معانا من حشيش يا 6 ملايين 6 ملايين الواحد شبيه شبيه صوروا مليح عليك السلام عليكم واش هكا الحاج قد عطاوك 6 ملايين و 150 الله يبارك قريب ولا بعيد بعيد شويه كما راكم تشوفوا السلام عليكم السلام قالك عطاورو 6 ونص قالك عطاورو 6 ونص عنده مقابله ضد الفريق بعيد ولا قريب لا هنا في دوار عياض قريب ولا بعيد هذا بيناتكم يضربوا السموك هذه بلا خلاص ستونز قال لك ستونز قلت قريب ولا بعيد واش بعيد خاصك هيا لتاني لهنا طاولو ستونز كما راكم تشوفوا ستونز الحاجه قريب ولا بعيد شويه بعيد ولا قريب وين بيعوا هو مزات بعيدة مزات بعيدة ماهوش مسلمين الخروبات قد عام عباس انا 57 هادو 57 الله يبارك 57 الزوج باش الناس تفهم 28 ونص على بعض ربي يجيب السوق الحاج اللهم راه توجور في سوق راس الواد قد عطاوك الحاج هنا 3 ملايين و 50 ابو 3 ملايين و 50 قريب ولا بعيد شويه هو قريب قريب الله يبارك الله يبارك راك بخير والله غالي باس والله الحمد لله ربي انا كل سوق نجيوكم نسيت حتى يخلص العيد ان شاء الله ان شاء الله والله الله يبارك غير مليح ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله كاينين قال لك كاينين صوار داي كدا عطاوك انا في هذا كدا هادي تباعت كدا بعتها 34 ونص 34 ونص شنو ترى نشوفوا لا هو وجه مليح 34 ونص هو كدا عطاوك هنا 5 ملايين للزوج للزوج 5 ملايين للزوج 2 ملايين و500 الواحد وراك بعيد الحاج
واش بعيد موش ان شاء الله شنو هادي والله ما قدرنا نعيدو ها هادر على روحك والله ما قدرنا نعيدو الحاج خليهم علينا بالسيف عليها مطر ما حبش الصبح حنا ساقسين هذيك الخروف الاخر ولا يشوف عليهم المطر يطلعوهم من 5 يطلعوهم من 10 انا ساقسين السوق اللي فات السوق اللي فات انا هضرنا على الغلا هذا واش قالوا لنا المواشي واش قالوا لنا قالوا لنا بلي عندنا عامين ما بعناش عامين مع الكوفيد 19 مع هذاك ما خدمناش تما عامين حنا نوكلوا ضربتهم يقولوا حاوش يديروا ضربتهم يخلفوا ضربتهم عامين ما كاينش حاوش يديروا اصلا خلي اصلا بخيخة كامل العامل تاعو ديال باطل هيا الحاجات هيا هذا يخدم ماسو 150000 والله غالب انا حتى كيروح يخدم عند واحد واش يقول له يخدم له هكذا غابريك ولا يقول له 12 مليون ضربته اسمع يخلفوك في الارض يرحمكم في السماء والله يرحمون الموالى والله هي الثلج غيطيح في الصيف مادام ما رحمونيش غتبقى كثر المطر هكذا في السماء عزيزه ليه اللي يطيح قدامو يشركوا هذه هذه انت راك هضرت دوك انا مع الموالى ما هضر معايا انا ما تهضرش معاه ما تهضرش معاه اسمع الحاج الحاج هضروا معايا انا ما تهضوش معاه يا خويا قدامكم كمواطن قال لكم بلي راه الغلا كاين اعطونا السبه له السبه تاع العلف العلف معاه ما كانش قطار تاعت من 70 قطار النخالة 450 لا لك 750 نعم ومن بعد ولا واش نوجدو كاين نوجدو هالو خلينا لك سيدة إلا مات لك خروف أخلات ما فيناش مصنع لا هذوك كبيرة 5 موسم والله ويبيع حديث بسيطة ما يمشي يعني باش أقول لك الخروف فيه وضع 10 ملايين قليل ولا معيشة كامل غلات مش غير بالماء البركة مش فيكم أنتم لا ناس تهدر لازم الناس كي تقعدوا ما يهدروا نسمعوا لهم وحنا نسمعوا لكم وربي ولي شاهد من فوق انا راني فاهم القصه كيف كان وقت فاز المواطن الغريب بس ما يقدرش يعيد بصراحه اللي قلتو هكذا ما حبش يجي الجام ونقول له شويه اكثر روح كملوا انت كملوا بيعوا انت هاولك ما نجي يصلح غير يومين يصلح لي غير يومين نجي غير يومين نعطي له خروف يا سيدي ارواح ولا سيدي كدا عطاوك اخويا ناجا كدا عطاوك 48 48 مازالت بعيده ما مازالتش بعيده ضربنا 52 كدا طالب 52 52 الله يبارك غير 48 قلت لك 48 52 سما 400 الف 400 خاطر 400 400 ربي يجيب السوق خير من ناقص ويا العامل ناقص ناقص ويا العامل ناقص هذا راه يضرب في يده اسمع هذا راه يضرب في يده تشمارك هو انا عادي واحد صغير هو 28 قداه 28 28 هاك خليت تضرب ياك خرجت من خليته هذا صغير هذا هذا واش يعيد الواحد 28 يعيد عليه هذا يا ودي هذا صغير هذا خالد وبنها واحد وحده عنده واحد واحد يعني 28 سما راك فرح راك فرحان اخويا وتهضر فيها راك كاين يا راي هذا بالحرام شوف نعطي لبني عندي بني 21 ب 28 اسمع عندي السلام السلام عليكم رانا مع السلام رانا مع رانا مع عبد الحميد اونسيان جوال في الروك اخويا الله يبارك فيتي فيتيرون وفيتيرون ستان فيتيرون الله يبارك اليوم راك تخط سوق عبد الحميد وسوق اليوم تبدل مش كيما كان لتحت مش كيما كان هنا راه خير هنا راه خير نشوفوا في الاسعار تاع الماشيه وانا ندور نشوف في الاحوال وان شاء الله الناس الثانيه تتبعني في القناه تاعي باش يعرفوا اسواق راني كل السوق راني راك تقوم بجهد ما شاء الله ما شاء الله يكتب لك عبد الحميد ما عجبك السوق هذا اليوم هذا وين جيت واخيرا هذا وين دخلنا هذا جينا ديرك لهنا تاع بشير شوف وراه جمع ما جاش واحد جمع بشير جمع بشير واش كان بشير خير اللي خرجونا الجدر يا صورنا هذا عبد الحميد الحاج واش واش راك هذا الفلاح واش راك الفلاح هذا والله غمك بيه الله يبارك الله